روى شهود عيان نجوا من العملية العسكرية الإسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة تفاصيل ما حصل خلال المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المخيم. وقال شهود العيان للعربي إن الاحتلال ارتكب جرائم متعمدة أبرزها الإعدام المباشر ميدانيا واستهداف المدنيين. فأجت العربية، تقدر تقول زي شكل العربية هذه، ونزلوا فجأة منها عدد منهم للتمين وبشكل غريب، واقتحموا البيت، صاروا يطلقوا نار عشوائي. يعني عرفت كيف؟ عشوائي، يعني مش بهدف انهم جايين لعملية، بهدف انه قتل كل انسان موجود على في الشارع. بعد شوي ما شفت الا الثياب، بحطوا الثياب فوق الشحن وطلعوا على البلكونة ومرقوا جوا الدار. فيش دقائق يعني صار صوت اشتباك جوا، حتى الأسلحة اللي اجوا فيها كلها كتم صوت اللي معاهم. بعد شوي ما شفنا لما اختي ابو يوسف الجمل، طلعت لابو يوسف الجمل سحبينه على الباب وطخينه عدموه برا على الباب. عدموه عدم. مع جيت شباب اثنين من غادي برضه لابسين، احد فيهم لابس بلوزه بيضاء واحد لابس بلوزه سوداء. طخوا عليهم قتلوهم، مات يعني، وقعوا على الارض الشباب. اصعب في حياتنا في كل عمري، هي عمري 72 سنه، هي هذيك اللحظه اصعب لحظه في حياتنا. يعني مرينا في كم حرب؟ 67 وغير وغير، وهذه اصعب لحظه. يعني شفت اطفال يموتوا من بين ايديا. كله صرخ، شردنا صارت كمان ضرب، مش عارفين وين الضربة الثانية. زاد الضرب، المنطقة صارت كلها سواد، سودة. طبعا رحنا وين؟ عند المغسلة، كانت هذيك أفضل منطقة. صارت في ضربة قوية، جينا على المنطقة هذه، فجأة صارت الدار تهتز فينا. لكرمك كلها صارت تتقبع من تحتينا. قلنا ايش بصير؟ زلزال. احنا قلنا هذا زلزال، مش يعني ضرب، ربما صار زلزال. بالفعل انا توقعت 99% من الزلزال، مش انه ضرب. لسه بسحبوا من هيك، لو بتيجي الضربه، الدار صارت سودا. نزلنا تحت، لقينا اهلي كلهم فوق بعض، الصاروخ خازق ودازر عليهم من تحت.